في العاصمة المغربية حل وفد من أعضاء اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية التي تتمتع بالرعاية السامية لصاحب سمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله. قام وفد الجائزة التي تعد الأهم في قطاع التعليم والتربية في الوطن العربي ككل بجولة عربية في الرباط تهدف إلى تقديم شروحات حول الجائزة وفروعها والتشجيع على المزيد من المشاركات في منافساتها. من الرباط تقرير مراسلنا جلال المخفي. بعد البحرين والكويت والأردن ومصر حلت اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية بالرباط، والهدف تقديم شروحات للعاملين في المجال التعليمي والتربوي المغربي لتشجيعهم على المشاركة في الفروع الإحدى عشر التي تتقسم عليها الجائزة. يراعي مسؤولو الجائزة المعايير الدولية في تقييم الممارسات التربوية الناجحة محليا وعربيا، رغبة في خلق جو تنافسي شريف وطموحا في الوصول إلى العالمية. وقيمة الجائزة تتحدث عن هذا الطموح. ميزانية جائزة خليفة التربوية تقدر في 12 مليون درهما إماراتيا على حسب الفئات، كل فئة ولها مجموعة من المرشحين في كل جائزة. في بعض المجالات يتخصص لها مرشحين فائزين، أو في بعضها تكون كمجموعة فريق عمل. نحن متواجدين اليوم في المملكة المغربية لنشر ثقافة جائزة خليفة التربوية على مستوى الوطن العربي وتعريف العاملين بالميدان التربوي والمهتمين بالعمل التربوي بمجالات جائزة خليفة التربوية الأحد عشر. العالم العربي في حاجة ماسة إلى قياديين ومبدعين في مجال التربية والتعليم يرسمون مسارات التميز ويزرعون بذرة حب التنافس الشريف والإبداع لإعلان شأن الوطن. فالتحولات التي يعرفها العالم اليوم لا تترك مكانا للشعوب التي لا تبدع، خاصة في تربية وتعليم أبنائها. في وقت أصبحنا نتحدث فيه عن مجتمع المعرفة، أصبحنا نتحدث فيه عن تطور الأفكار بسرعة هائلة، كان لزاما أن تكون هناك جوائز كمحطات أساسية لتقييم العمل العربي سواء على المستوى التربية أو على مستوى العلوم أو على المستوى الفكري بصفة عامة. كل ما تبني أساس قوي في أي دولة خاصة في التعليم بتلاقينا إن شاء الله نوصل إلى العالمية، كانت في الدول العربية أو غيرها. نتمنى إن شاء الله للجميع التوفيق. الجائزة في فلسفتها العميقة ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي دعوة لجميع التربويين في الدولة والعالم العربي لتشجيع الإبداعات التربوية بمختلف مجالاتها. فأمة تعليمها لا ينتج كالبصير الذي لا يعرف أين تقوده رجلاه. السباق نحو التميز يتطلب قدرة كبيرة على المنافسة، أساس هذه القدرة البحث عن قيادات تشارك في هذا السباق وتقوده. ولكي تحقق هذه القيادات مراتب التميز الأولى لابد لها من مكافأة تشجعها على الاستمرار، وجائزة خليفة التربوية تقوم بهذه المهمة. جلال المخفي لأخبار الإمارات، الرباط.